الفرحة أشرقت من وجهها الذي صقلته الشمس والأيام، وكانت الدموع اليوم ليست مالحة، نتيجة الفرح الذي غاب عن هذه الأسرة، نتيجة معاناة لا يقدر على حملها إلا الأقوياء. فالميليشيات لم تراعي إعاقة 4 بنات وطفل مع أمهم، بل اعتبرتهم خطرا عليها وقذفت بهم من منزلهم إلى الشارع. ولا أبو واحد خلوا بالقرية، أنا الله تعالى هذا انخرجتان الله عدو ما توفى لهاش ولا انتهوا ولا قاربت قدامي، وربيك كنت قحتان على الحمير ولا لو الحمد لو الشكر بين الرصاص بين القذائف بين المهم خلي على الله. أسرة عبد السلام هزاع لم تشفع لهم إعاقتهم، بل مورس الانتهاك عليهم كغيرهم من مئات الأسر. فاضطرت هذه الأسرة للنزوح القسري من منطقة حضران غرب مدينة تعز. أم تحمل بناتها المعاقات وصلت بهم إلى منطقة بئر باشا ولثلاثة أيام بالعراء، كإحدى القصص المؤلمة التي يتعرض لها السكان المدنيين بالمناطق التي تصل إليها الميليشيات. أسرة معاقة، إن 5 بنات والطفل صغير معاقة، والأب تركهما ولم يسأل كيف حالهما. لم تسع هذه الأسرة الفرحة بعد أن قام أهل الخير بالاستجابة لنداء الناشط سمير إسماعيل وبني لهم هذا المنزل الصغير الجميل، وفرح لها الأطفال والجيران وكل الحاضرين في شرق المدينة وقرب قلعة القاهرة، وهو ما يسجل حكاية أكثر إشراقا وإنسانية مع ضحايا حرب فرضتها ميليشيات الحوثي عليهم وهم لا يعرفون لماذا. هذه الأسرة أكثرهن بنات معاقات وطفل معاق، أسرة لا حول لهم ولا قوة، الأب تركهم منذ سنوات نازحة من منطقة مدارات، الميليشيات الحوثية قامت بإخراجهم بالقوة وخرجوا تحت وطأة النار. حكاية واحدة من الحكايات التي تتكرر كل يوم ضد المدنيين في مدينة تعز وريفها، فجماعة الإنقلاب لا تفرق بين مدني ومقاتل، فالكل في نظرهم يستحق التشريد والتهجير وإن كانت أسرة معاقة.